السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي الكرام متابعي قناة معلومة مفيد. أرجو الاشتراك في القناة والضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك وسبسكرايب، واعمل لايك للفيديو، ويا ريت تشترك في القناة أول مرة تجيلنا. عندنا مباراتين يوم الأحد بإذن الله تعالى، 31 مايو غدا الأحد، 31 مايو 2020. المباراة الأولى هتكون بين مونشنغلادباخ ويونيون برلين، المباراة ميعادها الساعة 3:30 مساء بتوقيت القاهرة، القناة الناقلة بي إن سبورت 1 والمعلق حفيظ الدراجة. المباراة الثانية بدر بورن يلعب مع بروسيا دورتموند الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، القناة الناقلة بي ان سبورت 1 والمعلق علي محمد علي. بالنسبة لباقي التوقيتات هتلاقيها بعد ما اخلص كلامي حالا دلوقتي. نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان الفيديو. طبعا ده الاسبوع 29. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم متابعينا الكرام، الفيديو هيكون بتوقيت مصر باذن الله تعالى او ليبيا، وهو ليبيا طبعا والسودان وبلاد الشام، فلسطين طبعا والاردن وما جانبها. لو عاوز توقيت العراق او مكه او الكويت او قطر او البحرين من فضلك اضف ساعه، يعني لو 5 مساء تبقى 6 مساء. لو عاوز توقيت الامارات او عمان من فضلك اضف ساعتين، يبقى 5 مساء تبقى 7 مساء. لو عاوز توقيت المغرب او تونس او الجزائر من فضلك قلل ساعه، يبقى لو هي 5 مساء تبقى 4 مساء. لو عاوز توقيت جرينتش او موريتانيا او انجلترا من فضلك قلل ساعتين، فهي لو هي 5 مساء تبقى 3 مساء. شكرا لكم على حسن المتابعه، ويلا بينا نبدا.